انا خو مدام ديال المرحوم الله يغفر ليه ويرحم الله مغفره ويرحمه اللهم ثبته عند السعي الملكين. والحمد لله اليوم اتصلت بنا الدرك من المطار قال لي انا جيت تسلموا الجثة ديال العائله ديالكم. الحمد لله مشينا الاجراءات بخير وعلى خير, جنا الجثة ديالنا كلشي وقف معنا, لا الدرك لا الامن الوطني لا صحافه لا زملاء لا الاصدقاء. الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. وكان نشكر الوزارات الداخليه ووزاره الخارجيه حتى هي كان جاج السكر. وكنشكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله دخل معنا جزا الله خيرا. نهار الاول تلاقينا خبر من الزملاء من السائقين الزملاء ديالو, ما علينا بهم, اتصلونا ولينا قال لنا راه المرحوم الله يرحمه الله يغفر ليه راه جات واحد العصابه اجراميه راه خرجت لينا راه قتلوه هما ثلاثه الشاحنات, ضرب الاول تزقلو الثاني فيه نسيب ديالي والزميل ديالو تزقل, والكاميو الثالث ضربوا السائق مسكين راه باقي في العاصمه ديال مالي باماكو, والزميل ديالو مات الله يرحمه حتى والله يرحمه الله يغفر ليه اللهم تبيدو عند سوء الملكين. هذا الخبر اللي جاتنا من نهار فاش وقعت الحادثه نهار السبت في العشيه جاتنا هذا الخبر, تصدمنا واحد الصدمه لا اله الا الله محمد رسول الله, من العائله من العائله ديالنا ومن العائله من ولاده ومن مرته من كلشي. وكنتمنوا ياخذ فيهم الحق الله عز وجل, يا ربي تاخذ فيهم الحق هذوك الناس هذوك المجرمين هذوك القتال هذوك العصابات, يا ربي تاخذ فيهم الحق.